انا تمنيت السان داونز لانه فريق هيلعب كوره ومش هيخرج لاعبتنا بره جو الكوره، فريق جيد وكل حاجه. هذه اتهام مباشر يا الهادي، اسمعني. لا خالص، لا خالص، لا خالص، مش اتهام ولا حاجه والله. لا انا فاهم، انا نعرف لانه المصريين ما يحبوش يلعبوا مع لاعبين شمال افريقيا، وهذا موضوع ربما قد يكون محل نقاش في حلقات. بالظبط، بيبقى في عصبيه وبيبقى في توتر وبيبقى في خروج عن التركيز. انا عايز لعيبتي تبقى مركزه في الكوره بس، انما انا اشوف ان السان داونز من الفرق طبعا الكويسه، ولكن مش هو سان داونز برضو بتاع السنتين اللي فاتوا.